طيب محمد، الحقيقة بعد ما شفنا الأغنية الحركية زي ما سميتها أنت، هذه الحقيقة تقودها لمناقشة بعض القضايا المهمة بذات الأغنية، مثلا الكلمات، نص الشعر الغنائي، وأيضا الأداء، وأيضا طبعا اللحن. فأنت مثلا كيف تتعامل مع نص الشعر الغنائي؟ هل مثلا تقبل بأي نص؟ لا أعتقد. لا 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 أقبل بأي نص. عن ماذا تبحث؟ كمان عن 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 الصدق، عن الصدق والقيمة الفنية. يا سلام. وفي اللحن؟ اللحن طبعا أنت تلحن، يعني هي أصبحت يعني عملية بتاعت خبرة ودراية وكده يعني. طيب محمد، تظل معنا قضية الأداء، أداء الفنان. أنت أول أشرت طبعا أنه البعض يقعد هكذا بشكل رسمي ويبدأ يغني وما أعرف إيه والآخر. لا أنا مش عشان أعيب الكلام ده، لا لا بالعكس، ده كمان طبيعة غناء وتركيبة بتاعت مجتمع. طيب أنا ممكن أخذ هذا بعين الاعتبار، لكن تظل قضية أخرى اللي هي مثلا مسألة تفاعل الفنان مع اللحن والكلمات. هناك مثلا من يتصنع، لاحظ انه مثلا في حاله معينه وكانه حتى تمثيله لا يكون ايضا مثلا تمثيل جيد. فكيف تنظر لمساله الاداء؟ انا مثلا شفتك حقيقه في المسرح انت بتغني وطننا وطننا، شفتك تتفاعل، وبرغم انه الاغنيه وطنيه لكن ايضا كلنا شاهدنا كمشاهدين سواء في المسرح او في التلفزيون شاهدنا الابتسامه العريضه اللي كان مثلا يقدمها احمد وردي، وهكذا بمختلف الاغاني كلنا نشاهد الابتسامه، نشاهد الطيبه. فايضا شاهدناك مثلا تنزل وكانك بالفعل تمثل تمثيل درامي وعلى خشبه المسرح وتقدم تجسد هذه الانفعالات كلها ضمن حركه معينه. فهذا يتضح جيدا بانه بالفعل الاداء حاله متميزه عندك. فاذا كان في امكاني اشكرك جدا اولا على الاطراء، لكن نحن اتفقنا في الاول انه الابداع هو صدق. يعني لما واحد يعمل حاجه غير حقيقيه ممكن يسموه بيمثل، وده ظلم للتمثيل. صحيح. أي عمل فني لو ما صادق حقيقة، يعني نصا لحنا أداء، الغناء أنا أتكلم في جانب الغناء، لا يمكن أن تخلي جماهير تتفاعل ببهلوانية، يعني لا يمكن. فهنا يحدث المزج إذا الفنان صادق فيما يقوله وفيما يتصرفه، ويتصرف طبيعي حقيقة. يعني أنا أقول أنا لما أرقص أنا 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 في 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 فنانين ينظر المسألة دي أنه خارج من وقار الفنان، لا، أنا بشوف أنه أنا لازم أرقص وأرقص وأنزل وأطلع وأقعد وأتفاعل. فأنا ما بعمل المسألة دي يعني لاستدرار عطف الجمهور أو كده، يعني ده شيء طبيعي فيه أنا، يعني شيء. وأعتقد أن كل إنسان صادق هو يتصرف أمام متلقيه بالشكل الصادق، هذا هو رأيي. طيب محمد، عفوا، في قضيه الان ذكرتها هي مساله حول مساله الفن الغنائي العربي اجمالا. طبيعي معظم الاغنيات او معظم الغناء العربي عاده ما ياخذ فتره طويله، وبالذات يعني اقصد الفتره المساحه الزمنيه اذا جاز التعبير. يعني مثلا نحن نعرف ام كلثوم تاخذ ساعه وساعة ونص، وعبد الحليم بدا في الفتره الاخيره يغني نفس الاغاني. في تفسير خبيث لهذه الظاهره، انا كنت اطلعت على بعض يقول انه الاغنيه الطويله تعبر اساسا، او يعني كما يقولون انها تشير انه الانسان العربي عنده وقت، عنده متسع بالوقت انه يسترخي ويستمع في الاغاني. يعني يكون ما عندهش حاجه يعملها غير انه يستمع الاغاني في الوقت، مثلا طبعا معظم الاغاني اصبحت قصيره. انا في اعرف تقديرك في هذا المسألة. والله انا في رايي اصله لا يمكن الاغنيه تقاس بالطول والقصر.
في أغاني كبيرة يعني أم كلثوم معجزة بتاعت أداء، يعني أن هي تستطيع أن تقيف وتغني ساعة ونص مقدرة يعني هي يعني، وممكن تغني كمان أغنية خفيفة جدا زي أغاني الأفلام بتاعتها يعني، فهي مبدعة في كل الحالات. فهم من كلامك أنه القضية لا، القضية لا طول لا قصر، لا تحسب بالوقت، لا لا لا، وإنما بمسألة بالقيمة الفنية اللي فيها يعني، يجوا يحللوا ألحان الصنباطي يشوفوا. طيب الآن يعني أو قبل ما الحقيقة نبدأ نتحدث عن الفن الغنائي اليمني وأيضا مجيئك أنت إلى عدن، مش الآن طبعا قبل فترة، وعلاقتك ببعض الأدباء والشعراء هنا، اقترح برضو مرة أخرى شفنا حاجة نشوفها نحن مشاهدين. والله أفتكر الأخ البحاني أدانا أغنى خفيفة راقصة، لكن أنا يعني في أغنية برضو يعني بعتز بها بكلماتها أولا، وأحببتها جدا لأنها أغنية فيها رمز، والرمز التفسيرات بتختلف، كل واحد بيفسر الرمز بطريقته. أغنية اسمها الحزن القديم. يا سلام، كلمتها؟ كلماتها تقول: ولا الحزن القديم أنت، ولا لون الفرح أنت، ولا الشوق المشيت به وغلبني أقيف وما بنتي، ولا التذكار ولا كنتي، بتطلعي أنت من غابات ومن وديان ومني أنا، بتطلعي أنت من غابات ومن وديان ومني أنا، ومن صحية جروف النيل مع الموجة الصباحية، ومن شهقة زهور عطشانة فوق أحزانة متكية، بتطلعي أنت من صوت طفلة طفلة وسط اللمة منسية. Mm-hmm.
حصل انك انت عندك حفل بعد كذا و... ولكن طبعا يظل معرفتنا لانطباعك، وانا اقول انطباعك لانه طبعا فتره لا تسمح لك بانك تكون راي شامل حول فن الغناء اليمني، ولكن من خلال متابعتك ومن خلال استماعك ومن خلال جلوسك مع عندنا فنانين اليمنيين بالتاكيد يكون هناك انطباع معين حول الفن الغنائي في اليمن. هذا من جانب. من جانب اخر ايضا انطباعك حول اليمن اجمالا وبالذات الجمهور، اذا جاز التعبير الجمهور الغنائي اليمني. الحقيقه انا يعني بتجربتي الغير قصيره يعني اتيحت لي الفرصه في ان ازور بلاد كثيره جدا، افريقيا شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، اوروبا زرتها، كل دول الخليج زرتها، زرت الشام، زرت مصر، يعني بكل الصدق انا يعني لما غنيت اندهشت للمتلقي اليمني كأنه يعرفني وكأني أحد أبناء اليمن، فما وجدت أي يعني ما وجدت فرق بين إن أنا بغني في مسرح في السودان والمسرح الوطني في اليمن. وفي تشابه كثير جدا بين الإنسان اليمني والإنسان السوداني، حتى كثيرين يعني اللي يطلعوا في الغربة للتعليم مثلا اللي يمشوا أوروبا، الإنسان اليمني والإنسان السوداني هم أصدقاء بعض. وده بيرجع لأننا ما عندنا، نحن الشعبين ما عندنا النفاق اللي بيسموه النفاق الاجتماعي والمجاملة، كلنا صريحين اللي في بطننا على لساننا. وكذلك يعني اللي في بطنك ولا في عقلك؟ اللي في بطن يعني بيقولوا لي ما انت بتخزن الكلام وتطلع، يعني ما عندنا يعني كثير من اللف والدوران عند بعض كثير من الشعوب موجودة، وبيسموه حتى حضاريا بيقول له نفاق اجتماعي وضرورة، احنا ما عندنا ده. ووجدت في الانسان اليمني هذه الصراحة، ده الانسان اليمني يعني عموما. ثانيا انا الفن اليمني مش يعني جديد علي عشان اتكلم في ان انا قعدت فترة بسيطة. الاغنية اليمنية هي أغنية الخليج كلها. يا سلام، صحيح. حقيقة يعني إيقاعات اليمن، طريقة غناء اليمن هي الغناء في كل المناطق الخليجية. وسمعت عن مطربين يعني كثر، يعني بسمع عن بلفقي وهو يمني، وهو مطرب مقتدر ما في شك. سمعت الأخ محمد مرشدي، والذي أعجبني أكثر هو جدية التخطيط والمحاولات الجنينية لتربية الفنان اليمني الحديث، تثقيفه و يعني تربيته تربية سليمة. وشاهدت حتى كدت أن أبكي عندما وجدت براعم في الباليه، وده هذا فن راقي جدا. شاهدت عازفين يعني عندهم مقدرات وتحدثوني عن معهد الموسيقى وعن اتحادات الفنانين، ففي بداية بتاعت حركة فنية يعني حتى إذا لم تتبلور حتى الآن، لكن قطعا
سيكون هنالك في اليمن أجيال مبدعة، لأنه في رعاية حقيقية ودخول في خط سليم. من ناحية المتلقي، هو متلقي ذكي متجاوب. إذا قلت أنه جاملني اعتقد صح. صح شوية مش بتقول جاملك. ما أستطيع أن أقول جاملني، لأنه هذا في الأول أنا خطيت، قلت نحن الشعبين ما بتاع المجاملات، فهو يتقبل. إذا قلت أنه أعجب بي سأمدح نفسي، فلكن يعني ذواق، مرهف، والبلد بخير. تحب تضيف؟ لا يخونني التعبير، ووجدت يعني أنا يعني أقول أنه دل البلد اللي أنا كنت أتمنى أغني فيه وأغنيت فيه. طيب الحقيقة أخ محمد، بحسب هذا الإطراء الحقيقة أيضا نحن هنا لا نجامل بعض، ولكن فعلا نشعر بالإعجاز بهذا الانطباع، إذا جاز التعبير، يعني بهذا الرأي. وأيضا جماهيرنا كما أنت أشرت لها وألمحت بأنها فعلا ذواقة، ونحن سعداء جدا بأن تأتي هذه الشهادة من فنان نعتز به مثل الفنان محمد وردي. قبل أن أختتم اللقاء، وحقيقي لا أنا لا أريد أن أختتمه، ولكن طبعا ظرفك أنت لا يسمح. مجال مفتوح أمامك أنك تقول أي شيء لجماهير شعبنا، لجماهير شعب السودان الشقيق، لجماهير أمتنا العربية، وللإنسان في كل مكان. أنا يعني الشكر قلت ولن أستطيع أن أوفي هذا الشعب قدره من الشكر. شعبا وحكومة يعني أشكر الذين دعوني بالاسم لكي أحضر الفرح الكبير، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، وسأكون أحد الحداة الذين يغنون لهذا البلد الكريم. وفي الختام أهدي هذه الأغنية أو الأنشودة التي مطلعها وطنا 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 يا وطنا 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 الباسم مكة ابن ورطنا وطنا الباسم مكة ابن ورطنا أحبك 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 مكانك صميم الفؤاد، وباسمك أغني وباسمك أغني تغني السواقي تغني السواقي خيوط الطواقي خيوط الطواقي سلام التلاقي دموع الفراق. وأحبك ملاذ أحبك ملاذ وناسك عزاز، أحبك حقيقة وأحبك مجاز. Thank you.
بتضحك واحبك عبوس احبك بتضحك واحبك عبوس بعدة جبالك تركك الشموس احبك بتضحك احبك بتضحك واحبك عبوس بعدة جبالك تركك الشموس وما بين ظلالك وما بين ظلالك وما بين ظلالك افتش وكوس افتش طفوس ملامح صباك افتش طفوس ملامح صباك بناتك عيون صفاي سماي بناتك عيون صفاي سماي هيبة رجالك بتسند قفاي احبك بتضحك واحبك عبوس احبك بتضحك واحبك عبوس صاحب تملى عيني وتشرف هناي احبك ملاك احبك ملاك ناسك عزاك احبك حقيقة واحبك مجال بحضرة جلالك بحضرة جلالك يا طيب الجلوس مهذب أمامك يكون الكلام بحضرة جلالك بحضرة جلالك يا طيب الجلوس